إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هنا فيما يخص الفيديو اليوم هذا خاص بالجهاز قياس نسبة السكر العسل، وكذلك قياس نسبة الرطوبة أو الماء في العسل. إذا العسل معلوم على أنها تتكون من الماء ومن السكر ومن الأنزيمات ومن الفيتامينات ومن كل البروتينات المضادات الحيوية. إذا هي غذاء إذا متكامل فيما يخص هذه المكونات، ولكن هذا المكون الذي نريد التعرف عليهما والحديث عليهما هو مكونين أساسيين في تخزين أو في المحافظة على القيمة الغذائية للعسل. معناه العسل لما نريد تخزينه لابد علينا من قياس نسبة الماء فيه، لأن نسبة الماء فيه مهمة. نسبة الماء في تخزين العسل لديها مجال، المجال الذي تتراوح فيه ما بين 14% إلى 20%. معنى هذا المجال تستطيع تخزين العسل فيه ولا يحدث لها عملية التخمر. أما إذا فاقت النسبة 20% معناها 22-23 فما فوق، هنا في هذه الحالة إذا خزنت العسل هي معرضة لعملية التخمر، وبالتالي تفسد العسل أو تنقص القيمة الغذائية لها. وهذا الجهاز الذي هو أمامكم هو جهاز العكس الضوئي الخاص بقياس نسبة الرطوبة أو الماء وكمية السكر المتواجدة في العسل. معناه لو دوغري دو بريكس اي لو طو ديميديتي. معناه هذا الجهاز يسمى بالعكس الضوئي أو لا، معناه يسموه لا ريفراكتومتر اوبتيك، لا ريفراكتومتر يعني. هذا ريفراكتومتر بورتابل معناته محمول. اذا لاحظ معايا كيف يعمل هذا الجهاز او مبدا عمل هذا الجهاز ومن ماذا يتكون وكيف يكون، معناه ياتي من الشركه. هذا الجهاز يتكون من علبة فيها أربع لواحق. أولا الجهاز المحمول بورتاب معناتها لو إفراكتومتر بورتاب، لاحظ معايا هذا الإفراكتومتر بورتاب لديه هذه الشاشة ولديه العدسة هنا، وهذا الشاشة لديها مرآة تعكس الضوء ونضع هنا في هذه المنطقة أو في هذه الشاشة لتم تلاحظوا فيها. هذه الشاشة كيف تأتي؟ يأتي هو بهذا الجهاز أولا. المكون الثاني هو المصاصة الخاصة بمص أو بأخذ العينات من العسل ووضعها هنا، وثالثا هو هذا المفك تورنيفيس. هذا خاص بماذا؟ بضبط معناه أو معايرة وضبط الجهاز علاش معناه على اول مستخدم، معناتها ضبط الجهاز. هنا هذا لديه برغي هنا كما تلاحظوا فيه، هذا البرغي هنا كاين برغي كما تلاحظوا فيه، هذا موجود برغي. اذا هذا هنا موجود برغي اقوم بفكه. اذا لاحظ معي هذه الان نزعناها، اذا هذا هو البرغي هنا كما انتم تلاحظوا فيه.
هذا برغي، لاحظوا فيه. إذا هذا البرغي لما يأتي الجهاز من المصنع يأتي معناه معاير إيطالوني، أنا إيطالوني، ولكن في هذا العلبة يأتي كذلك معها قارورة سائل خاص بالمعايرة نتاع هذا الجهاز لما يفقد المعايرة تاعو، يعني لما يفقد المعايرة تاعو نقوم بضبطه مرة أخرى عن طريق هذا البرغي وقطرة الماء المتواجدة في هذا القارورة، نقوم بوضعها هنا ثم نقوم بضبطه على القيمة التي تأتي مع الدليل، معناه قيمة التي تأتي مع الدليل. المبدأ تاع العمل تاع هذا الجهاز هو ماذا؟ هو أولا يستند أو يتطلب وجود ضوء، مثل هنا هذه مصباح كما تلاحظوا يتطلب وجود ضوء. أولا نقوم بكيفية العمل تاعو، نقوم برفع هذا السطيرة هذه هكذا، نقوم نأتي بالمصاصة نأخذ منها من العزل قطرة أو قطرتين هكذا، ونقوم بوضعها هنا فوق هذا السطيرة، هنا فوق هذا المرآة، هنا نقوم بوضع قطرتين عسل أو قطرة، ثم نقوم بماذا؟ بإرجاع هذه السطيرة فوق العسل هكذا، هذا، ثم بعدها تقوم بالضغط عليه هكذا حتى تتوزع على كل هذه المرآة، وبعدها نقوم بماذا؟ توجيهه مباشرة نحو الضوء أو مصدر ضوئي، ونلاحظ من هنا كما أنتم تلاحظون، لاحظ معي هنا أنتم تلاحظون في ماذا؟ مسطرة، هذه المسطرة لاحظ معي اللي راكم تلاحظوا فيها، إذا هذه المسطرة، الجهة اليمنى هي نسبة المادة الجافة أو لو دوغري دو بريكس، معناتها نسبة السكر فيها والمادة الجافة بطبيعة الحال، والجهة اليسرى هي ماذا؟ نسبة الرطوبة، معناتها نسبة الرطوبة لوطو ديميديتي، هذه نسبة الرطوبة. هنا في هذه الحالة كيف نقوم بالحساب؟ نقوم بماذا؟ لما نقوم بتوجيهه نحو الضوء نقوم بتحريك هذا القطعة، هذه تدور، هذه القطعة تقوم بتحريكها حتى يظهر لك سطر هنا، يظهر لك سطر هنا، من الأسفل تكون ضوء أزرق ومن الأعلى يكون ضوء أخضر، ويكون سطر، السطر هذا الذي يظهر، الذي يظهر هنا، السطر الذي يظهر في هذه الشاشة يظهر سطر هكذا أفقي، يبين لك ماذا؟ يبين لك جهة اليسار وجهة اليمين، معناتها جهة اليسار يبين لك نسبة الرطوبة، وجهة اليمين يبين لك نسبة المادة الجافة أو لوطو دو بريكس. معناه هذا لما يثبت هذا السطر ويتبين لنا طبقتين، معناتها منفصلتين، طبقتين هكذا واضحتين للضوء، هذا في هذه الحالة. بعدها لما نقوم بحساب هذه النسبة نعلم أن هذه النسبة تعطينا هي نسبة الماء في العسل ونسبة المادة الجافة أو السكر في هذا العسل. هنا في هذه الحالة معناتها نكون خلاص قمنا بحساب هذه النسبة وتأكدنا من أن هذا الجهاز، ولكن نحسبها بعد أن نقوم بمعايرة الجهاز أو يكون الجهاز معاير، معناتها إيطالوني هكذا، يكون الجهاز إيطالوني، لا يكون معناتها الجهاز معناه الجهاز غير مضبوط، لازم يكون مضبوط، معناه في المعايرة تاعو يكون مضبوط هكذا. ونقوم ب معناه أخذ الحساب لهذه العينات او العينه العسل. بعد ما نكون نقوم باخذ الحساب نفتح هذا السطيره وناتي بماء مقطر او ماء مقطر، معناتها لا يوجد فيه اي ماده او اي شوارد او ماء مقطر، نقوم بمسح هذا العسل التي هنا ونقوم بتنظيف هذه المرآة، ثم بعدها نقوم ب
غلق هذا الجهاز، ولديه كذلك هو كيس بلاستيكي صغير هكذا. بعد مدة هذه نقوم بماذا؟ بوضعه في كيس بلاستيكي هكذا، في الكيس البلاستيكي تاعو الخاص به. نقوم بوضعه في الكيس البلاستيكي الخاص به هكذا، وبعدها نقوم بماذا؟ بحفظه في ماذا؟ نقوم بحفظه في هذا العلبة لديه. نقوم بوضع البرغي في الأسفل، ثم بعدها المصاصة هنا، ونقوم بحفظه في هذه العلبة الخاصة به. هذا يدعى بجهاز عكس الضوء ريفراكتومتر أوبتيك بورتابل. هذا هو الجهاز. إذا هذه هي طريقة كيفية الحساب أو كيفية تحديد نسبة الرطوبة ونسبة السكر في العسل، هذا لحفظ المادة هذه والمحافظة على القيمة الغذائية لديها. إذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمن رأى الفيديو على أن يشترك ويقوم بتفعيل الجرس ليصيره كل جديد إن شاء الله، ونحن في خدمة هذه الشعبة. والسلام عليكم.